مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من زي ليديز. احلى جمهور، احلى جلسه، احلى عالم، احلى سهره. خلونا نشوف شو في الليله بهالريبورتاج. بحلقه الليله من زي ليديز انطلق اليد الحديديه. فقلت الفن دعاره، يعني سوري على الكلمه. كرسي خيزران كنت قبلت اقعد عليها كرمال الله. شو هالجمال، حد يجي من الرجال انا رح اكون موجوده. شكرا نادين، ابتسم ميشيل. بسم الله ويخز العين عليه. قال لي يحرق رفك. رح اضطر الجا للعنف يمكن. ليه بستنورة في السنار صار اعلامي؟ يا عمي ليه مسكره بوجهك بالاعلام وبالرجال وبكل شيء؟ شو بين والدي؟ سالتك هلا عن الصيعه ما في مشكله. يعني زينب بتفتش الضحك. شو رايك وروريو؟ طولك وشخصيتك. انا تحركش فيي شاب. ايه ارزي تحركش فيك عم تحطيها فيي. لا اكيد لا. فرد مره لانه في مجلس شيخات بده يوافق لك قبل. وهل بتعلم من تجاربه؟ لا مهزلي. إعلامية ومقدمة برامج من أكثر من 16 سنة، اختيرت من أفضل 5 إعلاميات بالشرق الأوسط، واليوم عم بتوظف كل طاقتها للدفاع عن المرأة. رحبوا معي بالإعلامية كارولينا دي أوليفيرا. كيفك كارولينا؟ أنا منيحة. أنا كمان كثير. خبريني شو قصة عريس وعروس؟ أنت العروس؟ أنا بحياتي رح أكون عروس، بس ليه؟ أنا بمثل لكم. ليه؟ أنت اللي بيلبق لك تكوني عروس. لا خلص خليها لإلكم أنتم الصبايا الحلوين. عريس وعروس هو مسلسل كتابة منى طايع، إخراج لزيري دكاش. ماي بيست فريند ديزي دكاش. العمل كمان انتاج مي ابي رعد. اوكي. وعمل درامي درامي كوميدي بامتياز، وانا كنت حابه كثير فوت على الدراما اللبنانيه من خلال الكوميدي، لانه انا كان عندي تجربه سبق وعملتها هي الكوميديا. لحتى اقدر بعدين ارجع اعمل دراما ولعبه دورين. انا اصلا بدي لكم يا سكوب. انا بعرف قد انت بتضحكي. ايه بضحك. قد ايه رح تضحكيني؟ لا هلا تعبانه كل النهار، قد ايه بدي اضحكك؟ لا بالمسلسل مش هلا. افتكرت هلا. هلا مجبوره تضحكينا، مش عم بسالك. هلا ما رح اخذ رايك، رح تضحكينا. بالمسلسل كثير رح تحكيك. كثير. مش شوي، يعني رح تشوفوا شيء اتس فيري سبيشل من الله راد. كارولينا مثلتي انت قبل بمصر فيلم مع خالد يوسف بعنوان كلمني شكرا. صح. وما كان دور بطوله. لا شو اللي خليك ترجعي تفوتي على الدراما اللبنانيه؟ هلا ما بقى في بطوله، هلا صار في بطوله جامعيه. وقتها انا كنت اشتغلت مع الاستاذ خالد يوسف، كان اللي بعرفه 5 سنين، وقال لي ما راح خليك تمثلي غير ما الاقي الشيء المناسب لك. اول شيء لتقدري تفوتي على السينما المصريه بدك تكوني تتقني اللهجه المصريه، وانا قدرت اعملها كرمال هيك. ما اعطاني الدور باللبناني، عملته بالمصري، وكانت تجربه رائعه وتجربه السينما مخيفه، وبتمنى اني ارجع عيدها ومع خالد يوسف. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. كارولينا انت اذا الله راد باربع شهر رح تكوني مشاركه بماراثون ال 10 كيلومتر. ركدي لقدام بكفي رجع لقدام. اول شيء كان قرار شخصي انك تركدي لقدام، ولا كان بطلب من حدا انك تركدي لقدام؟ اول شيء السيده مي خليل هي رئيسه جمعيه بيروت للماراثون، بس لفرجيهم للناس هيدي البوستر لحتى يشوفوها على الطريق. هيدا هو الشعار تبعنا اللي هو ركدي لقدام بكفي رجع لورا، لانه المراه هلا صارت كثير 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 دورها مهم، ولازم تكون عضو فعال بالمجتمع. الرياضه بتفرجي انه نحن ناس متحضرين، بتفتح العقل وبتخلي العائله كلها دورها متعبه. هي مش بس بتتعب وبتهلك وبتعرف الله يشد فيك الظهر يا ارزا. الله يشد فيك الظهر. مجبوره تجي، مجبوره تجي. كلنا زيك مجبوره. ليكي في اكيد في 5 كيلومتر وفي عنا ال 10 كيلومتر، انا وياك ال 5 كيلومتر. كلنا الليديز بدك تاخذي الميداليه الذهبيه ولا شو رح يكون في ميداليه ذهبيه؟ انا بشترك بالميداليه الذهبيه. هو اي ساعه باكل المناقيش على فكره الذكوريه بهيدا السباق هي رمز، بس رح يكونوا رمز معنا يعني. ايه اللي بحب يجي من الرجال انا رح اكون موجوده. في يا ويلي شو رح يكون يعني؟ انا كمان رح اكون موجوده. لازم تلبسوا شباب اذا بحبوا تنزلوا يلبسوا سهر، يلبسوا سهر اهم شيء. كارولينا وقتها مره بتركض كرمال مره عم تتعذب وعم تتعنف، كيف بتكون عم بتساعدها؟
بيكونوا عم بيساعدوني لإلي كمان، انا عم بتعذب انه ما عطيوني جنسيه لبنانيه، لي 30 سنه بلبنان وامي متجنسه لبناني وانا ما عطيوني اياها، وانا بيقولوا عني اعلاميه كارولينا دي اوليفيرا من لبنان. وين لبنان؟ إيه بس نحن بنعرف انه ايه، بس ما انت بتعرفي انه على طول كل شيء بيروح للبي. هيدا الغلط، هيدا غلط، ونحن بنعرف انه هيدا غلط. اللي نحن عم نشتغل، بس قد ايه انت بالركض تبعك رح توصلي لانك تاخذي الجنسيه اللبنانيه؟ بصراحة مش بدي اخذها كرمالي انا، انا باسبوري بفوتني وين ما بدي، بعرف. بدي كرمال عن جد في سيدات كثير كثير عندهم مشاكل مع اولادهم وبأسف وبزعل كثير انه نحن معروف عنا، ليك بقول نحن لبنان بلد حضاري والعالم برا بيتمنوا يجوا على لبنان، تخيلوا انه يسمعوا انه نحن ما لا هي قصدها كيف بيصير الركض، يعني الركض كيف بده يصير؟ الركض هو اتس كيف بدي اقول لك، هو عاملين ايفنت اتس هابي ايفنت لانه نزل بنتظاهر، بس في بيصير في تفجيرات وكرمال الكوتا وكرمال نقلع الوزراء والنواب ونجيب غيرهم، هيدي نحن عم نركض لشيء حلو، اتس جود ايفنت اتس بيوتيفل ايفنت اتس فور فن، خلينا نحن النساء نفيد بعضنا، لانه اذا انت شفتيني عم بركض صرتي تعرفي انه انا عم بركض لهيدا السبب، لحتى كمان بعزم النساء اللي بتضيع، مش بس ببيروت، في ناس بتضيع في بشمال في بجنوب كلياتكم تعوا، قصدك بلكي المسؤولين بحسوا عدمهم ساعتها، ما يحسوا عدمهم، نحن حاسين عدمنا وما بدهم يحسوا عدمهم، عمرهم ما حسوا عدمهم. في اخذ معي دولابين زهر ولعون؟ ايه بليز انا بمشي معي دولاب ثالث. الفت اتس ا جود وان اتس ا جود وان حبيتها. كارولينا صار لي 16 سنه بضمان الاعلام، من 5 سنين لليوم شو تغير باللعبه؟ كل شيء، ما بقى في اعلام. ليه بقى؟ يب شو عم تحكي يا عمي؟ وين الاعلام؟ يعني وين الاعلام؟ الاعلاميه لتاخذ لقب اعلاميه بدها تكون معده، بدها تكون متمرسه، بدها تكون متمكنه، بده يكون عندها هي تحضر اسئلتها واجوبتها، تشتغل افيد انستنكت اي نيوز، يكون عندها معرفه، تكون ريبورتر، تنزل انا بعتوني على الربيع العربي وانا مخصني بالاخبار وعمل فيديو جورناليزم، هيدي الاعلاميه. مش كل مين ما طلع هلا بيطلع لي لابس تنوره فستان صار اعلامي. لحظة، مع احترامي لكم، مش عم بحكي عن انا سالتك عن الاعلام، ما سالتك بس عن الاعلاميات، انا سالتك عن الاعلام بالمطلق. ما في اعلاميين هلا، ما في حتى اعلاميين. انا بس ايم براود اوف شخص واحد اسمه امير كراره اللي هو ممثل، حضرت له برنامج، اسم الله ويخز العين عليه، سرعه البديهه اللي عنده اياها مش طبيعيه، ومبين انه ما حدا عم بيقول له الاسئله، يعني قاعد مع الضيفه عم بيجاوبها، عم بيسالها دغري طق طق، وبقول مبروك كمان لجورج قرداحي رجع على الشاشه، وان شاء الله نيشان ورزان وكل الناس اللي سمعت ميشيل عم بيقول ما بقى في تخصصيه للمذيعات للمحطات، مزبوط، يعني انا كنت من محطه ام بي سي، ميشيل كان محطه الفيوتشر، بطل فيه، ان شاء الله انتم بتكونوا نوجه لهم تحيه كثير كبيره. ميرسي عم بتتابعينا كارولينا. اكيد، ليكي بدي اقول لك شغله بس لحظه سوري، انتم برنامجكم انترتينمنت بتميز، يعني اللي انتم عم تعملوه كل وحده منكم عن جد اسم الله، كل وحده ورده. وانا كثير بنبسط، انا بوكيه عن جد. انت من هيك توجهتي للتمثيل كارولينا لانه ما عدت لقيتي حالك بالاعلام؟ لا انا ايم اوفر كواليفايد صرت للاعلام هون. اف 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 اوفر كواليفايد، اوفر كواليفايد للغرام والحب ودقة القلب مع هو وهي. كارولينا، انت من اكثر المدافعين عن حقوق المرأة، فالشباب عم يسألوا حالهم هلا اي رجال بيلبق لها لكارولينا دي اوليفيرا؟ رئيس الجمهورية فرد مرة؟ اللي هلا موجود هلا؟ ولا اللي بده يجي؟ بيل كلينتون. كلينتون؟ شو اسمك هذا؟ بس تخدم كثير. لا بحبه كثير، يعني لهلا مش صار كبير بالعمر بس عنده هيدا التشارم. هلا بتحبيه على لوينسكي ولا بتحبيه على هيلاري؟ على هيلاري. بس بده يخلع لك شي لوينسكي بلاستيك. بس انه هيك عنده يا عمي الرجوله في لها سمات معينه، بتحب رجال كبار بالعمر شكلك. ايه سولت اند بيبر هيك شعره، بس ما فينا نعرف رجوليه مش بس بهول. لك ايه بس هلا اللي بالثلاثينات، بس بقلك انه ديجا فيو ما بقى فيك تكوني سيده اولى. لا ما رح تقول لي ترشح اكثر من دورتين ومرقوا. هي رح تكون عشيقه اولى، عشيقه اولى مش سيده اولى. العشيقة الأولى كارولينا. إذا إجا رجال وقال لك اللي بدك إياه بداوي لك صبيعي العشرة، أنت أمري وأنا بعمل اللي بدك إياه، هيك بتحبي يكون
ما بقى في رجال هيك، واذا قال لي هيك يعني منه رجال. يا عمي ليه مسكره بوجهك بالاعلام وبالرجال وبكل شيء؟ شو اللي قالت اذا هيك رجال حتى العودي بالعكس بالعكس. لا 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 بتتساهل يجي رجال يرجع. لحظه ما في يركز على جهتين لانه كمان حتى هيدا ولك بتركزي على بالاعلام بالاعلام اوكي بالبرامج في برامج رائعه I'm so proud of it. بس بدي واحد بيقوله بيقعد اعوج بيحكي جالس، في برامج عيب تطلع على الشاشه وخلصنا وإلي حق انا بعد كل هالوقت اقول بالرجال. خلينا برات الرجال بالتمثيل، انا كثير مبسوطه من شغله وحده الدراما اللبنانيه صار فيها خليط مصري خليجي، عم بيصير في مسلسلات برا، يعني صار في حرب بالعالم العربي، بس I'm so happy انه اجتمعنا كلياتنا باعمال دراميه رح تنصدموا رح تشوفوها رائعه واكثر من رائعه. بس الرجال سقفي لكل الدراما بليز. It's wonderful. بس كانه كارولينا ما بقى عندك ثقه بالرجال، كانه ما بقى عندك ثقه بالرجال وما بقى في رجال، هيك عم تقولي؟ لا ما قلت ما في. تجاربك هيك قالت لك؟ وهل بتعلم من تجاربه؟ لا ما عندي وقت صراحة. كارولينا ما فيني شيء؟ لا بقدر اسألك شيء؟ انه ما بتتخيلي مثلا انه طولك وشخصيتك هي اللي بتخلي كل هالرجال اللي عم تحكي عنهم باب انت تكوني رايحة صوبهم هنا they are running for their lives يعني؟ اركضوا 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 عرفتي انه اركضوا. لا عشان زينة زينة بتصدق الضحك. لحظة ليكي معروف في كثير سيدات حلوين و انا مش عندي مشكله مع الرجال كهيدا الماي لايف ستايل، ما عندي وقت عن جد انه يكون عندي رجل يكون زوجي حرام. انا يعني بكون مقصره بحقه ما فيي. طيب يعني هلا قلبك ما عم بدق؟ قولي لي ولد هلا بهرب ما في. يعني قلبك ما عم بدق؟ لا ارسلي ارسلي اعمل روح على نعم او لا لكن طب عم بفهم هلا كله على موضوع الرجال. كارولينا على موضوع الرجال هيدا ما بيخلص موضوع الرجال. كارولينا بهالفقرة رح تجاوبينا بس بنعم او لا او لا. اوكي العولمة الإعلامية قضت على جمالية وروحية تلفزيونات. لا نو نو ما حدا بيعبي محل كارولينا دي اوليفيرا بالام بي سي. اكيد نعم ما حدا ما حدا ظلم. نعم 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 ظلمت بكثير محلات وما قدرت دافع عن حالي. كلا هدفي برنامج ضخم بميزانيه كبيره. ابدا برنامج كون لحالي وانا بعمل الميزانيه الكبيره. انت الميزانيه بحد ذاتها ميزانيه الاشخاص رح يكونوا معي. كارولينا شكرا لك وان شاء الله دائما هيك تضلك صوت عالي بدافع عن حقوق المراه. شكرا على حضورك. ثانك يو ثانك يو لك ولحضرتك 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 لانه كثير مبسوطه فيكم عن جد والا ما كنت جيت على البروجرام. يور اميزنج ثانك يو اتس ا بيوتيفل شو كيب ات اب يور سو فاشنبل اي لاف ات. كل وحده منكم عندها روح كيب ات اب وهيك لازم يكونوا الوجوه للاعلام بالمستقبل اذا بتريدوا. شكرا لك كارولينا. مشاهدينا رح نروح مع بريك ما تروحوا لبعيد راجعين. امبراطور بلا امبراطوره ما راح تزبط. بليز انا اوريدي انزعجت من كثره الزقيف. مين بده يزعج؟ ما يتذكر. برايي الكلمه اللي بتعبر اكثر شيء بالنسبه لي بدعي البشر انه يبطلوا خريف. ما بيتحكم عن نوايا. رجعنا لنتابع زي ليديز. ضيفنا هلا نصب نفسه امبراطور بالموسيقى بالفن بالاعمال ومؤخرا بالنحت. خلونا نستقبل سوا الامبراطور ميشيل الفتريادس. ابدا ما بقبل امبراطور بدون سجاد احمر. كرم لا بليز انا اوريدي انزعجت من كثره الزقيف وعتلين هم يعني ما بنريد ابدا ما اربع سيدات وحكي وكفى بنتوش شوي راسي انا يعني بدي اجي شوي روق. بحب انا الرواق بحب روق راسي. هلا رح روق لك راسك. سوري سوري
كرم كيف لي هالسجادة هون؟ ما تواخذنا. ما تخلونا الجأ للعنف. لا تريق لا تريق بليز 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 بليز. لا يصير كفى وموفى. لا يصير. اوكي تفضل. ضروري جدا يرجع يمشي على السجاده الحمراء. اكيد تعذبت ارزي وجابتها. اول مره تشوف حدا بينزعج من الزقيف. ليز امبراطور بحب الرواق. بحب الرواق، جاي يروق راسي، ما بحب انا كثير العجقه. هي الجمهور ما عم يفهم. رح اضطر الجا للعنف يمكن حتى هدئ الصاله ونقدر. لا ما في بوجود الليديز ما في عنف. في سلام وفي رقي وفي محبه. بس بدنا نولع الحلقة. اوكي انا عديني. كرستك منا عادية ابدا ابدا ابدا. نحن عادة ما بتكون هيك الكرسي. بس مش انا اللي جايبها ولا انا اللي طلبتها. امبراطور تنكر يعني معك. بشكركم على هالاستقبال وعلى هالكرسي الحلوة، بس انه ما علي كرسي خيزران كنت قبلت اقعد عليها. لا بس تليق من مقامك. ثانك يو. وانا بدي خبرك شيء، امبراطور بلا امبراطورة ما راح تزبط. انا اليوم انتخبت نفسي امبراطورة. على فكرة كرمالك تقبلني؟ هي تقبلني؟ بقبلك بالتاج، بس الدستور عندنا اول شيء منا وراثيه، يعني ما حدا رح يورث. هي ما بنتك ولا اختك ولا بنت العرش عمك. العرش انا ما رح اورث. لا لا بس عم اقول لك السيستم. انا تيوقف حد الامبراطور. انا امبراطور وهمي حتى قيام امبراطوريه نورستان، ما عندي اي سلطه فيها، واذا تماديت حتى الدستور بيسمح انه يسجن الامبراطور يردعوا شري عن شعوب الامبراطور. مين بده يسجنك؟ مين بده يسجنك؟ مجالس الشيوخ. مين؟ مجالس الشيوخ. مجالس الشيوخ؟ مجلسين، كل واحد من 600 بأقاصي الأرض. هلا كمان أنا كمان بدي أخلق لها إمبراطورية وهمية. لا أنا خلقت لها أولفات. في غيرها وير وير يو. هلا المهم شو رأيك وير وير يو؟ بدل نوير ستان وير وير يو، إنه وير وير يو إمبراطورية. ما فهمينا يعني هي الفكرة في مين ما كان يعملها، ولكن بالنهاية المصداقية تبعولها. يعني أنا كامبراطورية نورستان بلشت من 11 سنة، فيها صار أكثر من مليون شخص، عندنا الداتا بيس تبعولن، حكي عنا أكبر المفكرين، وفيها موضوع أكيد هي كفكرة بتبين كأنها نكتة أو كأنها شغلة منا جدية، ولكن بعكس السياسيين يلي عندنا هلا يلي بيبينوا بمظاهر جدية ويلي بيحكوا بطريقة كثير جدية ولكن عم بيبيعوا هرق و طيب امبراطورية وهمية بتبيع أشياء وهمية كمان. لا 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 مش وهمية أبدا، هي كل فكرة عظيمة بالبشرية بلشت بالأول تكون فكرة تبين وهمية أو منها حقيقة، ولكن شوي شوي لما تتطبق من هون بيجي التطور طيب البشرية. طيب بين الامبراطورية يلي عندك وبين إنه ميوزيك هول، يعني ألف مبروك بدبي. نعم. وكمان هلا مؤخرا بلندن، كفرت بلبنان كرمال هيك ما بقى بدك لبنان وعم تفتح برا؟ لا هلا مشروع التوسيع كان قائم من سنه 2007، واللي حد من انه فتحنا وقتها هو الكريزه الاقتصاديه العالميه، ولكن بطبيعه الحال كل مشروع بينجح محل وبيكون عنده امكانيه ينجح بمحل ثاني انه يتوسع. يعني ماكدونالد لما ظهر من امريكا ما معناتها انه كفر بامريكا. مش لانه كفرت بلبنان، عمل له دعايه لانه اسم الله مصرياتك زادوا عم تفتح غير محل. لا انه ايه اكيد مش حقعد اذا ماشي الكونسبت مش حاكتفي بمحل او اثنين او ثلاثه او خمسه. ميشيل شو رايك بترشيح الدكتور سمير جعجع على رئاسة الجمهوريه؟ برايي الكلمه اللي بتعبر اكثر شيء بالنسبه لي مهزله. هيدا رايك، ليه مهزله برايك؟ هيدا رايي على التلفزيون لانه محضوره وكذا، رايي بغير محل كان بيكون اقوى من هيك. بس اعتبر حالك بغير محل وقول سال كاميرا. لا لا بزيادة كلمة مهزلة هي اوريدي بتعبر كفاية، يعني ما ضروري. طب ميشيل سؤال، نقل تهذيب. بعد هالثورات العربية اللي عم بتصير بكل البلدان، برأيك ما في ولا زعيم يقدر يكون تشي جيفارا؟ أول شيء حتى كلمة ثورة بالمعنى البعد الرومانتيكي تبعولها وبالمعنى اللي كان المفهوم لها بالستينات وبالخمسينات، ويعني لحديت مش من زمان،
انفقد بقى صعب هلا ينوجد تشي جيفارا. يمكن حتى اذا انوجد هلا تشي جيفارا يمكن بيرفض كلمه ثائر تشي جيفارا او يسميها الثوره حركته، لانه جلجؤوا للاسم واستعملوه مش بمحله. وقت تصير ثورات سبونسرد من امريكا ومن البترو دولار، هدول ما معقول يكونوا ثورات. والثوره اول دافع للثوره هو محبه الحياه، هو انه نطور حياه الانسان، لانه كلمه ريفوليوشن هي من 10 احرف 9 منهم هن ايفوليوشن، بقى 90% من ريفوليوشن هي ايفوليوشن. بقى ما بفتكر انه قطع الرؤوس والعوده الى القرون الوسطى هو سين للتطور، او انه الناس نرجع لهم حياتهم لورا. يعني الواحد بفوت بثوره عاده تيحسن حياته، مش تيصير ياكل اقل من ما كان ياكل ويتبهدل اكثر ما كان يتبهدل. عم نحكي كتير عن شو؟ عن سوريا ولا عن وين؟ عن سوريا وعن غير سوريا. في كتير محلات حتى عم بحكي مش بس بالمنطقه العربيه، يعني عم نشهد التحضير في جروبات انطلقوا. هالسيستم اللي يطبق بالعالم العربي ما يعرف بالربيع العربي، هو جرب قبل بالثورات الملونه، وحتى كان في شركات يعني مثل كانفاس وغيرها يلي جايين شباب من ثوره اوبتور بأطبر بصربيا يلي اشتغلوا لرؤوس الأموال تيصدروا ثورات تنفع الرأسمالية وبتشتغل أكثر على تقوية النفوذ الأمريكي بالعالم. بقى هيدي ما معقول تكون ثورة، هيدي نقيض الثورة. ميشيل خبرنا، بدك تنقلنا شوي من السياسة لأنه أنا مش كتير قوية بالسياسة. أنت فتت علي بالعرض بالسياسة، أنا مفتوح لأي موضوع. للنحت، كيف اكتشفت بعد الأربعين موهبة النحت عندك؟ أنا اكتشفت شخصياً كثير مواهب عندي بعد الأربعين. مش حاسألك شو هن. كيف؟ لا أنا كنت أرسم وأنحت من أنا وصغير، يعني حتى في لوحات لإلي أنا عمري 12 13 سنة. البرونز، التكنيك تبع البرونز يلي هي يمكن من أصعب شيء، ولكن أنا كثير حبيت اكتشفتها بعمر ال 38 39 وقررت اني اصير نحات بعمر 40 سنه. هذا اللي قدامك شو فيك تفسر لنا؟ ايه اكيد اكيد. هي كل السريق هن رؤوس خراف. لما للمعنى تبع الخروف، يعني الخروف خلق تينذبح، والاديان حتى بتحلل ذبحه، يعني بعيد الاضحى وبغير اعياد عن كل الاديان السماويه. والخروف يعني 99.9% من الخواريف من وقت ما انوجد الانسان بيخلصوا ذبح، يعني قليل الخروف اللي بيموت من غير طريقه غير انه يذبح الانسان تياكله. سكتة قلبية لا ما في كثير منهم، لانه بيعطوهم حتى بحافظوهم على حياتهم تيذبحوهم منيح، يعني بيعرفوهم منيح وبحطوا لهم ادويه بيهتموا فيهم. بقى الخروف حتى لو صار من ذهب، حتى لو مطرح ما وصل نهايته ينذبح. بقى من هيك انا بدعي البشر انه يبطلوا خواريف، ما يتحركوا كقطيع بالفكر بالتصرفات بالعوايد الباليه اللي اوقات نتلقط فيها، لانه كل الناس بعدها عم تتصرف بهالطريقه. الخروف حتى في قصه الموتون دو بانيرش، لما خروف بكب حاله بالمي بالغلط بيلحقوا كل الخواريف وبيغرقوا. طيب هيدا هون مش سوري نادين مش كوشون، هيدا فوق هيدي الاجه، والخنزير هو رمز الراسماليه. على كل حال هون على دنب وعلى قفاه في الدولار، السيمبل تبع الدولار. وهيدا الخروف خلص مذبوح وعلى راسه الاجه. هذا كمان مذبوح، وهون منخاره هيدا، يعني هو صحيح خروف ولكن انفه انف الخنزير. عندك بميوزك هول عندك غرفه مش بالميوزك هول. لحظه انا فاصل بمكتبك. يعني ما فينا بس اسالكم شغله كثير اوقات. اسمها غرفه الاعدام. انا فاصل خليني اكمل سؤالي. لا بس هيدي غرفه الاعدام وضحها. هل غرفه الاعدام انت عاملها تتعدم سمير جعجع؟ لا مش مزبوط، هيدي اشاعات طلعت. هيك سمعنا شو؟ لا انا من هي ما بدي اعدم حدا، هيدي عندها رمزيه. انا هيدي الغرفه بتشبه، يعني المفارقه انه اللي عم تقوليه انه هيدي الاوضه بتشبه غرفه، يعني البلاط اللي فيها هو بلاط سبعينات ثمانينات، يعني من ستاركو من قبل الحرب. بتشبه الاوضه يلي عذبوني فيها القوات اللبنانيه بس عمري 15 سنه، يعني هذا البلاط الازرق بيشبه المطرح ما توقفت انا وتعذبت عند القوات اللبنانيه. بقى مش كرمال هيك عملتها. بس هلا اذا يوما ما في الدوله بدها تستعين فيها تتعدم حدا، والشخص انا مثلا انه ما عندي مانع على اعدامه بعيرهم اياها، يعني النيه موجوده عندك. بس واحد ما بيتحكم عن النوايا. واحد ما بيتحكم عن النوايا. ميشيل رح نروح لاسئله افتراضيه عن حياتك العاطفيه ضمن هو وهي. اجت لعندك بنت كثير حلوه وعجبتك وبدها تجرب صوتها،
كل شيء عجبك فيها الا صوتها، صوتها نشاز. بتقبل فيها حتى تظهر معها؟ تقول لها صوتك حلو، تقتنع حتى تظهر معها؟ انا ولا مره بمزج عملي مع حياتي الجنسيه، يعني بلاقي انه هالشغلتين نهايتها كارثه، وهيدا نوع من الاستغلال، وانا اول شغله برفضها هي انه استغلال الانسان من الانسان، يعني هيدي البنت اذا كذبت عليها، هلا اذا بعدتها ورجعت تقطيعها بعد 5 6 اشهر ومن الاول فسرت لها انه ما في مجال للشغل، وانا كل يلي بشتغل معهم لازم يكونوا يغنوا منيح، ورجع صار حظ ونصيب، ايه ساعتها بيكون بطل، بس لا مانع، ايه بس اكيد ما بغشها، ما بحب غش حدا. طيب قبتينا فرق، هلا هي اذا اصرت انه على دغري على كعبه وكذا انه هلا بدي وهيك، انه ساعتها بتقطعها؟ ايه بلكي هي عم تستغلها، اذا بتقطعها؟ اذا اصرت بلكي هي حابه تستغلها، اذا هي ايه بس انه تجي بالاول تقول لي، يعني قبل الغنى تقول لي انه تكون واضحه معي. قمتين اخر مره مره حلوه كثير بس انت نفرت منها، صارت معك هالشغله؟ ايه بتصير كثير. ليه؟ لانه الجمال لحاله منه كافي. عن شو بتنبس؟ فتحت تمها يعني؟ منبس على مثل بالفن، يعني معقول حدا يكون صوته كثير حلو بالفن وشكله حلو بس ما يحرك لي احاسيسي. كمان بالنساء بيكون في شيء بعد ما تحدد شو هو. يعني مثل ما تقدر تعرف، يعني هو في نوع من كهرباء بتقطع، من الكيمياء، من ما عندها تفسير علمي بتخلي انه شخص اوقات يعجب باخر، ويمكن هو منه كثير حلو او يعني. منه كثير ايه كيمستري، الكيمياء بالعربي. ايه الكيمياء هي جاي من الكيمياء، هي كيمستري جاي من الكيمياء، لانه الكيمياء تطورت كثير بالاندلس. اخر مره هلا عملت كيمستري ومع مين؟ لا انه ما اول شيء انا ولا مره بعطي يعني تفاصيل، يعني ما حدا بيعرف حياتي العائليه والعاطفيه بالاعلام، وهذا قرار اخذه من زمان انه ما بدك تعطينا سكوب صغير هيك للليدي. طب ليه لازم الرجال يكونوا سكوتين عن القضايا العاطفية إذا فينا نقول، أو علاقاتهم؟ يعني قد ايه أفضل الواحد ما يحكي غرامياته؟ لأنه متى ما الواحد حكي مرة بيصير مضطر كل مرة يخبر إنه تجوز وطلق وصاحب وتخانق وقلبت شهوته، ويعني بفوت واحد بالسرية. أنت عم تحكي حدا على التي في، لا أنا عم بحكي عادة الرجال وثلاث أرباع اللي بيحكوا هن أكثر شيء، اللي قلت هالكاتيجوري اللي قلت عنها بالأخير اللي قلبي شهوتهم، هن أكثر شيء يلي بيصيروا يحكوا بغرامياتهم وبطولاتهم الغراميه، لانه بيكونوا عم يعملوا بيكونوا عم يعملوا كاموفلاج. بقى انا برايي انه الواحد كل واحد حر يعمل شو ما بده بحياته الخاصه، وانا بدعي الصحفيين كمان انه ما يهتموا كثير بهالموضوع، وملاحظ انه اكثر فنانين فاشلين هن الاكثر شيء بينبشوا على سكوبات، لانه ما عندهم في مواضيع يحكوا فيها، بقى بيقولوا تعالوا صوروا لنا اولادنا، وتخانقت مع صاحبتي حطوني على غلاف المجله يعني للظهور الاعلامي بيعملوها، لانه ما في شيء ثاني يعني يعملوه. ميشيل قبل ما ينقلوا على غير اسئله، في شل خلقي انت على طول هالقد سيريس؟ انا زلمه كثير سيريس هلا، بس كثير خالط الموضوعين، بس كثير. لا مش بدنا شوي نبتسم، بلكي لازم نغير له الكلام، بدنا شوي نبتسم. انا عم بمزح سيريس، يعني انا وقتها كنت عم بقول له مثلا انه يروح، اكيد انه رح يبتسم هلا، اكيد انا رح تبتسم لانه رح ارجعك لايام الطفوله. بصير ابتسم بس اعمل هيدا السن بتعرفوا، هلا في مود عم شوف كثير منهم، لا انتم ما كثير يعني مبيضينهم بس مش قد هدوليكي، في منهم عم يصيروا سن واحد، يعني شوف واحد انه عنده سن عم تنقل من هيدا هيك من ضرسه، ببلش من ضرسه لضرسه الثاني، يعني بطل في هيدا الزيح اللي بيبقى بين السن والثاني. ايه بس هالابتسامه صفراويه بتبتسمها، مش الابتسامه اللي نحن بدنا اياها، بدنا ابتسامه. شوفوا انا اكيد رح اشوف هلا ابتسامه منك، لانه رح مجهود كثير البسمه من انا وصغير، يعني بتعب كثير تقدر ابتسم، حتى بنزعج كثير لانه اوقات بكون مع ناس مثلا بنكت واحد انه بتكون نكته ما كثير باخه، يعني مهضوم شوي، بدي اجرب اعبر له انه حبيت نكتك، وما بقدر، يعني ما بقدر هيدي البسمه اللي اوقات في ناس عندهم عيارات، يعني بيعرفوا انه بيكبسوا على هالزر تطلع هيدي البسمه، بيكبسوا على هالزر تطلع هالضحكه او شيء، انا ما بقدر. هلا ما بعرف قد ايه الناس رح يحبوك مثل منك، اكيد هذا بيرجع للناس، بس انا اكيد انه انت رح تبتسم هلا لانه رح ناخذك لايام الطفوله مع جراندايزر بنوستالجيا. علي علي بطل فليت، هيا بر يا جراندايزر، بعزم علي حمما ارسل، افتك بالاعداء، كافح شرا حط المكرا في حزم ويباء، امنع طمعا اردع جشعا فالخطر كبير، هذه عرض يا جراندايزر كوكب
يكون صغير خيرها أنا عندي حدير مع جروندايزر. وقت اللي كنت صغيرة وقفت على رأس السطح وفي هون شق بشفتي انطلق اليد الحديدية وضلت نطة فايدة أكل بجحة جروندايزر. شكرا نادين ابتسم ميشيل. وأخيرا شو تذكرت؟ وين رحت؟ لا كلنا بذكرنا اكيد يعني من اهم ذكريات الطفوله كانت جروندايزر، يعني القصف وجروندايزر هن اكثر شغلتين بذكرونا بالطفوله. وبتذكر بالاوتوكار ثاني نهار الديبريفينج تبع جروندايزر، يعني انه ايه هذا الوحش ما كان، لو كان اقوى شوي كان قدر بطحوا وخافوا عليه وكذا. يعني كان يصير هلا انا ما كنت احكي كثير مع باقي الاولاد، يعني كنت انا اقعد بتسمع بحس اسمع ايه بس ما كنت احبهم. مين بتحب رسوم متحركه من طفولتك؟ جراندايزر و جونجر. كنت اقرا كثير جونجر بجراندايزر. هو لا جونجر واحد ثاني، جونجر غير مش جراندايزر. بس جونجر على ايامنا مش ايامه، مش ايامه. هي دول توم اند جيري كنت احبهم. توم اند جيري وهيك الان جاكل بطل في منهم، صار بيقدموا بروجرام تلفزيون على محطه ثانيه. هيك الان جاكل ما بقى عم لاقيهم يعني حتى على عرفت شو صار برود رانر؟ لا نو ودي وود باكر. رود رانر بتتذكر؟ رود رانر كان يضلوا لاحقوا الذئب، الكويوت كان يضلوا لاحقوا لرود رانر بيكون لقطوا اكلوا. مع الامبراطور ميشيل الفترياديس وذي الاباطره ليديز الاباطيرس رح نروح معكم لبريك. اباطيرات شو هالامبراطور اللي ما بيعرف يخير؟ ساتويت الجاي بيكون صار في عندنا كنزه. ارزي ما بدي حكي، بدي اقدر ركز. ايه ما بحب الاورانج. ايه اكيد بحب غزل البنات. بتعمل لي فنان هلا وتبلش انه لا لا مش قادر احكي وما ادري شو. يورا رابر روح. موقع ما تعودتوا عليه من قبل فيه الامبراطور الشاعر الفنان المنتج الملحن ميشيل الفترياديس. بتعمل كل هالاشياء النحات، بتعرف تخيط؟ لا بعد في الخياطة. لا بعد في الخياطة، رح نعلمك الليلة. بدنا نحييك. يعطيك العافية. الله يعافيك. رحبوا معنا بضيفتنا بهيجة عساف، أهلا وسهلا فيك. بأمتك. اليوم رح تعملي تريكو ورح تعلمي لميشيل كيف بيعمل تريكو. طيب يعني هلا أنت عم تشتغلي على إيدك بس في معامل كثير كبيرة وهيك، ما عم هيدا الشيء عم يمنع انه انت تشتغلي هيك هالمهنه؟ والله انا بشتغل لاولادي ولاولاد اولادي وللقرايب وللاحباب وللمحبين. ست بهيجه رح تعلميه هلا لميشيل. ايه تكرم عينه. اهلا وسهلا بهيجه. انت بتعلمي ميشيل وانا بكون بلشت وبكسر. تقولي لي اذا ظابطين ولا لا. هي اخذت الازرق، هي خلينا احنا نرك على هاللونين اذا فينا. رك على الالوان اللي بتحبها. اي الوان بتحب تركي عليها؟ لا بس منيح نقيتهم منيح الحجه، يعني منيح هدول الاثنين. بتحب الاورانج؟ ايه والاصفر والابيض كمان لون السلام. ايه ولون غزل البنات، انا كثير بحب غزل البنات. بس ما في واحد يحب الاورانج والاصفر ويرجع يحب السلام، بده يكون ما ولا مع لون ليحب الابيض. انا برايي انا اعطيني. ايه اعطيني على الازرق تنخيط شيء. ست بهيجه علمتي حدا من اولادك؟ ياسمين بدك تخيط. لا اولاد اولاد صغار. ياسمين بدك تخيط. اولاد اولاد صغار وبنتي الكبيره بتشتغل، بس بتشتغل لبنت اختها ل إلا بس هيك. لازم هيدي الشغل يسلموا ايديك، لازم يضل عايش يعني. يعني كل انسان له رغبه بالحياه. طب علمي لنا ميشيل، فرجي لميشيل كيف بده يشتغل. ايه هلا اصلا انا على طول ليه مستهتر بالموضوع؟ بانه كيف بيعملون يعني انه بس تطلعي هيدي البدوه بيبقوا حلوين وبياخذوا كثير شغل. ركز معي هلا قطبه البدوه. ايه اوكي انا عم بعملها كمان. ايه شاطر. انا ستي كمان معلمتني اياها. حبيبه قلبي الله يخلي لك اياها. ميشيل هلا بدك تشتغل هيدا الشيء؟ لا مش عشتغل مش عم جرب. ما انت ما في شيء بيك عليه. امبرر كثير هينه. ليك تكنيك هي. انت قوي تكنيك. بس انت قوي تكنيك. انا بتك هالايام عم تك كثير. لك تك وركع التكنيك هلا بيزبط. تيتا علمي علمي قولي له شو لازم يعمل. يلا يلا. لا كيف بيعمل القطبه؟ هيك غلط.
اول شيء بدك تعمل عقد مشال مرقي لنا اياها هلا قولي لي برافو هيدي هي ايه برافو شاطر ما في هلا ملايين عم يحضرونا اتبهدل قدام كل العالم لا بدي بهدل شايفين امبراطور بعين كبيره وكذا اقعد ايه الله يخليك بلشنا اول قطبه نكمشها من تحت الثانيه بتلف بهالطريقه على الاصبعين كثير هينه طيب. بدنا نسجعوا لميشال وحده لا هنا وحده انسال انسال بتفوتها من هون بدك تفكر فيها فعلا عادة بيقولوا من هون عقدت ميشال عادة بيقولوا اللي بيعمل الكبيرة بيقدر يعمل الشغلة الصغيرة، شو هالامبراطور اللي ما بيعرف يخيط؟ هلا انتم تجيبوا الضيف تتكرموه ولا ت لا بس تتبهدلوه وتذلوه؟ يا حليه عم تشتغل ما بتعرف وما بتعرف ما بتعرف وما بتعرف وكذا امبراطور كبير و... طيب عندك مين حيك لك صفا؟ ماشي الحال؟ فيك تو بان زبطت زبطت معه زبطت عنده استاذة لأن هون عنده استاذة قوية لأن ساتويت الجاي بيكون صافي عنا كنزي اصلا لازم يكون انه لما كان الياس بحياتك يا ميشال وكل شيء الواحد وقت عن جد بيصر يعمل بليز عم تلهيني ما بدي حكي بدي اقدر ركز ما حدا يلهيني بليز خلوني ركز ست بهيجه نحن بنشكرك كثير وبدنا نقول يعطيكم العافية لكل الأشخاص يلي بيشتغلوا بهالمهنة ونحن بسببكم بوجودكم بعدنا عم نلبس ثياب كثير حلوة والله يقويكم يا رب الله يسلمك وزقفة كثير كبيرة لإلكم الله يسلمك فيك تضلي تخلص الكنزة أكيد يعطيكم العافية بنوعدكم رح بتضلها معنا الحاجة بهيجي تخلص الكنزة بليز بنوعدكم بالحلقة المقبلة بنفرجيكم الكنزة يلي حياك كثير وبشكركم شو ميشال ماشي حالك هيك هلا رح نكمل مع ميشال مع مش ظابطة بتعرف كونسيبت مش ظابطة ميشال؟ لا اوكي بدك تنقي الاود وان اوت بين الصور رح نفرجيك ثلاث صور هلا اوكي بدك تنقي الدخيل بيناتهم اوكي اوكي عم نشوف جيري من توم اند جيري ميكي ماوس واحمد الاسير ما حدا دخيل لابقين لبعضهم ثلاثتهم لابقين لبعضهم ثلاثتهم شو ليديز بتقفوا رأي؟ أنا بقول ميكي ماوس أكبر واحد فيهم عمره أكبر شيء والعمر له استحقاق شو رأيك؟ ممكن أنا بقول فيها نظرية جاري. إيه ميكي ماوس هو إيه أنا بقول العتيق فيهم لأنه الوحيد اللي اختراع لبناني هوليك واحد اختراع أمريكاني والثاني اختراع لا انا طبعا هن جيري وميكي ماوس اختراع امريكي وكمان يمكن no. الاسير اختراع امريكي توم اند جيري منه امريكاني هو لبناني اصله وليام حنا انا كمان بقول لك اختراع لبناني دكار هي ما انا كمان بقول جيري بس لانه دائما بيبقى ربحان بالاخر 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 يا ماما هيدا مش الامبراطور بالاخر هيدا يمكن تأثير وجود مليون نازح سوري على لبنان شفتها تأثرت على الناس قد ما في نازحين بلبنان شو الجواب الصحيح؟ 100% نسمعه سوا يلا الجواب الصحيح أحمد الأسير لأنه مع أنه بسموه فار كتير بعيد أنه يكون مهضوم قد الجوز ميكي وجيري ميشيل ألف ترياديس هلا رح ناخذك على فقرة مثل ما أنت بتحب بدك تجاوب نعم أو لا نعم أو لا نعم أنا أهم من خلط نوعين من الموسيقى نعم أكيد نجوم الصف الأول ما بيشتغلوا معي لأن ما بدفع كتير لا أجوا لعندي كتير من نجوم الصف الأول وما كان يهمني أشتغل معهم لأنه ما إلي جلادة يعني الواحد بده يعيش مره اذا بتحمل سؤالي لهالدرجه احسن بلاها هاي الفقره ميشيل هلا يس اور نو بس ما فينا نوضح ما فينا يس اور نو بليز سالتك هلا عن الساعه ما في مشكله سالتك بدك تتحملها عن الساعه ويمكن شوي بدك اكثر بس هلا بس يس اور نو فيك توضح بعدين دكار ثانك يو اوكي ظلمت موهبه حنين من قله الانتاجات اللي عملت لها اياها
لا لا جاوب بعدين في ان شاء الله لفت اليابس. ايه بعد ما نخلص الفقره اذا في شغله واحده، لانه في مجلس الشيخات بده يوافق لك قبل. دكار ولا لا؟ بس الامبراطوره وافقت له. ما في خلاف. ان شاء الله الافترياديس بهمه يبرز كمنتج عمل اكثر من الفنان صاحب العمل نفسه. لا. سمحت الناس يلي لقطوني بالحرب وحكموني. لا. ما اخذ من الشيوعيه الا الشكل الخارجي. لا. بتحب تعلق على شيء؟ ايه. شو؟ كان بحب اعلق على كل الاجوبه، لانه اوقات لما الواحد بيسال هيك السؤال بيفكر. يعني اول شيء حنين جابت لنا ولدين كثير حلوين، يعني صبي وبنت، انجلو وياسمينا بثلاث سنين. بقى كان صعب شوي نكون عم نعمل اعمال. قبل في عندها ثلاث البومات، حنين قطعت بجبال، مهرجانات جبال، مهرجانات بعلبك، ومهرجانات بيت الدين، يلي ولا فنان لبناني ثاني عامل ثلاث اهم مهرجانات بالبلد. عامله برمة دني، والبومها بعده حديث هلا بينباع يعني. وهدنيات وغيرهم يعني، في كل المهرجانات المهمه بلبنان عملتهم هدنيات مش من زمان. شكرا لك، انبسطنا كثير بحضورك، اهلا وسهلا فيك. ومشاهدينا ما تروحوا لبعيد، راجعين بعد البريك. بتسحب ابو ساك. شو هالحب المتمسك بحبيبتك؟ يعني نحن لاقطين التطور والانفتاح من دنبه، فهمانين وغلط. طبيعي يتحركش فيي شاب، كثير طبيعي. لا لو فهمت شيء كنت رديت عليك. ضيفنا حضوره حلو وصوته حلو. He's a gentleman مع عيون ملونه، جمال وصوت. رحبوا معي بميشيل عزي. حياتي مرقوا لا يتسلوا، سرقوا وقتي وفلوا من همومي ما قلوا ونسيوا حكاياتي. إلا انتي غيرهم كلهم، شفت بعينك بسمي لعيوني مبتسمي، واسمك حدو اسمي وحتصيري مرضي. غموري
جرح بقلبي تخلي طول العمر حضلي بقلب قلبي. بس ارجو ليه ما بتقربي؟ ما بستحي بستحي بقول هيك. ميشيل اول ما بيوقع نظري عليك ما بقدر اقول الا كرمال الله شو هالجمال. أرجوك كرمال الله ما تضلك تخجليني. لا حقيقة هذا حقيقة واقع يعني واقع على الأرض. وخبرنا عن كرمال الله. كرمال الله هي كلمات يوسف سليمان، ألحان هيثم زياد، توزيع علي صفا، وإنتاج جارودي ميديا. هاي يوسف. هيا يوسف سليمان. غنية لفتتني بكلمة ما بقى تبكي. انه اول مره كان بينحكى بهيك موضوع بغنيه، وحلو واحد عم بيقول للي بيحبها انه ما بقى تبكي. فيك تسمعنا جمله واحدة منها؟ ايش لك يعني اكيد. يلا. رح نفترق عم نحترق تهني يرتاحوا ويبطلوا يحكوا علينا وين ما راحوا كرمال الله روحي واتركيني روح كرمال الله ما بقى تبكي خلص روحي واتركيني روح او كرمال الله ما بقى تحكي وتزيدي بجروحي ما بقى لي روح كرمال الله روحي واتركيني روح. مشان سؤال، مشان كرمال الله وقف الصبايا رح ضلوا يبكوا. مشان سؤال، انا دائما وقت كنت اسمع الغنية على الراديو قلت شو هالحب العظيم القوي اللي كرمال الله تركيني روح، شو هالحب اللي متمسك بحبيبتك؟ لا انتبهي، انا عم بقول لها رح نفترق عم نحترق. بسبب اي سبب من المشاكل اللي بتصير بمجتمعنا، وجسدنا الغنيه بالكليب اللي صورناه، عملنا الطلاق بين المراه والرجال شو بياثر على الاولاد، وعم بقول لها هي المراه عم تشحطني لما بيجي بدي زور بنتي وما بتخليني انا وفالي توقع البنت بتروح حالها وبتموت بالمستشفى. فالغنيه مش بس بتحكي انه انا ما بتحكي عن اني انا مغروم فيها، عم بقول لها انه انا نحن افترقنا بسبب موضوع اجتماعي. عادي هوانا هيك يعني ينتهي، مش هيك بده المجتمع. بس الحب قوي، خلينا نحكي عن الحب القوي هيك. لا هلا رح نحكي عن شيء ثاني. بالكليب مثلت ايه بستار اكاديمي، قد ايه كان نصه تمثيل ونصه تركيب؟ لا ستار اكاديمي ابدا مش تمثيل، ونصه حقيقه فعلا. انا كنت قبل ما فوت على ستار اكاديمي كنت اقول انه هيدا سيناريو مركب من قبل اداره ستار اكاديمي. اللي شفته جوا هو عكس هيك كليا، كنا عايشين حياه جدا طبيعيه. هلا فيني انا امثل اعمل انه انا لا بس في مواقف، ما في ولا موقف كان مركب من الاداره؟ من الاداره لا، انا بقول لك شغله بالاذن من ال بي سي ومن اداره ستار اكاديمي، يعني في اشياء يعني انا اليوم في يوقع هيدا على الارض نسمع صوته خفيف بال 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 بالمونتاج وبالاخبار تسمعي انه انفجار، يعني في تركيبات اشياء كانت تصير بالاديتنج وبالمونتاج. انا اطلع انه انا ما عملت هيك، انه عملت هيك قبل هالشغله، يعني اليوم انا بضربك كف تضربيني، حق عمين حق علي، بس فيني انا صورك انت عم تضربيني قبل انا ارجع اضربك. يعني والحق على الاخراج قصدك. ميشيل برامج هويت كثير سمي لي هيك اهم خمس فنانين انتجتهم برامج الهوات. جوزيف عطيه. ملحم زين. رويده عطيه. برامج هوات هلا عن جديد ولا من قديم ولا هلا؟ بدك اياه.
القديم عندي استوديو الفن خرج كل الفنانين. هلا هلا خلينا نقول للشباب لانهم مش اخذين حقهم، يعني برامج قد ما بدك بس ما حدا اخذ حقه. في كثير يعني لا ما عم اللي ما اخذوا حقهم، يعني هلا سميت لي ثلاثه من اصل خمسه مش عم تلاقي خمسه تسميهم. لا لا جوزيف عطيه، سعد رمضان، رويدة عطيه، ملحم زين، شذا حسون. شو بدنا ميشيل ازي؟ كيفي لي ميشيل ازي؟ ثقيل ايه؟ عفوا امبارح حضرت حلقه ميشيل ازي معكم. مضبوط كانت معنا. ميشيل تشابه الاسامي بينك وبين ميشيل ازي ميشو مقدم البرامج بالفيوتشر، ضرك نفعك؟ بعرف في اخبار صارت عن هالموضوع. اكيد ما ضرني، نفعني 90%. بالنهايه انا عم بشبهه اسمي لاسم كثير كبير بمجال الاعلام والشهره، فاكيد نفعني. ال 10% ما ضرني، بس صار في هيك لغط بالاسامي يعني، حتى اثرت علي يعني. كان يصير اشياء مهضومه انا وياه يعني. مره كنت عم بحكي، كنت نازل بمقابله عم بقول على مجله الشبكه انه الفن كذا، انا قلت الفن دعاره يعني سوري على الكلمه كذا ماذا، بقى صار ده الفن اللي مشال. قال لي احرق رفك، قال لي يا خيي ما بدك تصرح هيك تصاريح انه عم تلفن لي العالم تهتني لإلي. ف هيك يعني بصير اشياء مهضومه يعني، بس ما بتاذي ابدا. طب ميشيل في شي غنية جديدة هلا عم تنلعب هلا مش لإلك بتحبها؟ أكيد. شو هي؟ هلا بشي نازل جديد؟ أنا بحب كثير أغاني وائل كفوري. شو في أي وحدة بتتمنى لو أنت عم تغنيها يعني؟ يا ضلي يا روحي. يلا. كل حلو كثير. عم حقق لك أغنيتك. را انت وعم تفلي ما تبرمي صوبي، خايف بهاللحظة يوقع 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 انا قلبي، ويضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما انا مجروح، صار الجرح رفيق الروح، صرنا انا وياك انا وياك، صرنا انا وياك اكثر من الصحبة. هاي الغنية انا بموت فيها، هيدي من احلى الغنيات، هي من احلى الغنيات عندي. بس هلا رح نروح لدقة القلب ونشوف انت وينك رايح مع هو وهي. بعد كل شيء حكيته عن الوسط الفني وكل شيء عرفته عن الوسط الفني، ما قلت تتزوج من فنانة؟ لا أكيد لا. أوف. أكيد لا. سميلي فنانة تجوزت وبقيت مجوزة، أو فنان مجوز وبقي مجوز، أو اللي بقي مجوز منيح هو ومرته. نانسي عجرم. أنا مجوزة فنان وكثير منيح. يوري مرقدة وألفت منذر. كميل تايوس ومدام وإعلامية قد الدنيا، مين بدك؟ قل لي. مايو سكر. أرزي وراشد. جوم غالي ونادين الأسعد. أنا فنانة فنانة. مين بعد في؟ مين بعد في؟ فنانة. فنانة فنانة. إيه إنه الفنون تتضمن. طيب من الآخر ما بتجوز فنانة. ما بتتجوز فنانة أو ما بتتجوز؟ ما بتجوز من المجال الفني، لأنه خلص وجعت راس يعني. أنا بعرف من حالي ومن اللي محاوطيني شوي إنه صعب كثير المجال كثير. شرقي أح. أنت رح بتكون وجعت راس مش هي قصدي. خلص ما بدوش أبدوش. طيب خبرنا عن الشاب يلي تحركش فيك. أرزي. أنت خبرت علنا هيدي القصة. أيه وين؟ ما هلا عم بتقول ما بديش أتجوز فنانة وما بديش، فقت أنا إنه في شاب تحركش فيك وخبرت علنا القصة. أنا تحركش فيي شاب؟ إيه؟ أرزي هاتو تحركش فيك عم تحطيها فيي. لا أنا إنه طبيعي يتحركش فيي. أنا طبيعي يتحركش فيي شاب، كثير طبيعي، بس أنت مش طبيعي يتحركش فيك شاب. لا هالأيام هو الطبيعي يتحركش فيه شاب. مثلا مش أنت ده أرزي، بالعكس. بعدنا عم نحكي عن هيك جاكل. قد إيه بنات هالأيام صادقين بأخبارهم، بخبروا كل شيء بيعملوه عن تجاربهم؟ صادقين مع الشاب يعني؟ إنه قد إيه بصاروا متصالحين مع نفسهم، ما بيستحوا من الأشياء اللي بيقطعوا فيها، بخبروا الشاب عادي. بهالايام ما حدا بقى بيستحي على شيء يعني، لا الشاب ولا البنت يعني. بس وصار الشباب كانت عادي عندنا.
بالعالم العربي انه هذا الرجال. هلا البنات لا بعدها بعدها نوعا ما البنت بتتحفظ على الاشياء اللي بتعملها، يعني لانه نحن شئنا ما بينا نحن بمجتمع شرقي وما فينا نطلع من هذا وهذا انا شيء بحبه انه بعدنا مجتمع شرقي، ما لازم نضل نحكي كثير عنه لازم ننفتح كثير ونصير مثل بلدان برا، لانه نحن لاقطين التطور والانفتاح من دنبه 100% فهمانين وغلط يعني. مثال على فرضيه جايزه وجوزناك من برات الوسط الفني، شكيت بمرتك انه عم بتخونك، تلحق تشوف وينها؟ الله لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم. الله لو فهمت شيء كنت رديت عليك. الذبح يعني الذبح يا مشاري. ما بعتقد انه بالحق يعني بجرب وقعها من بعد ما ترجع من خبريتها ولما وقعها بصير راسلينج ويقع المحظور. بتعرفي شو بتخيل انا انه اذا كمان سوري من الجميع يعني انه اذا بلقط انا المره اللي مجوزها اذا مصاحبها خطبها هول الاخبار مثل ما بتيجي بتفل يعني بس انا مجوزها بعتقد انه بقتلها يعني. طب انت بتخونها؟ اكيد لا. اكيد اكيد لا. برافو ميشيل والله يا ميشيل لقطه. بما انك بلشت باكيد لا هلا رح ايدك على فقرات نعم ام لا. ميشيل عزي ما بتحضر ستار اكاديمي لانه سخيف؟ لا. شكلك الخارجي هو بشكل 80% من نجاحك؟ بالبداية ايه بس هلا لا. عملت شي علاقة غرامية بالاكاديمية ورا الكاميرا بالمخفي بالزوايا؟ هاتوا ايه؟ هاتك ايه؟ لا 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 سبق سبق وعجبتني صاحبة رفيقي. لا لا عم تتفيق اذا عجبتك صاحبة رفيقك ولا لا؟ لا انا على فكرة اذا معقول انه اعجاب عادي بيصير يعني بس انه عجبتني وحطيتها براسي ابدا لا يعني ما بتصير يعني ما بسمح لحالي. طيب ميشيل انت هلا كثير مفوكس واجوبتك عم تكون كثير هيك ظابطة بس رح اخدك غير مطرح. يلا ضعت الطاسة. ميشيل بهيدي الفقرة رح بفرجيك صور لثلاث شخصيات بدك تقلي مين من بيناتهم ضيع الطاسة. اوكي؟ عم نشوف زياد برجي. زياد برجي. ما بكفي الثلاثة. لا زياد برجي. طيب بكفيهم للناس اللي ما بيعرفوا مين هن او ما بكفي. مش مبينين الصور؟ انه ايه. مروان حداد جوزيف عطية. لا بعتقد مروان حداد مثل ما بلش كمل، جوزيف عطية كمان مثل ما بلش كمل وبعده عم يطلع. زياد برجي انا بالنسبه لي وصل لمطرح كنت يعني اعتبره انه كثير طلع ما بعرف ليش ضيع الطاسه. انا ضد انه هو يمثل، انا مع انه انا لانه انا من المعجبين بفن زياد برجي يعني انا بسمع له اغانيه بنبسط يعني بستمتع باغانيه. بس انا نجح كثير بالتمثيل بغض النظر انه انا كان فيني فوت على التمثيل وانجح. انا فتت على التمثيل. ما هيدا كان بدي اسالك اياه انه لو انعرض عليك زيت الاخ ما اخذته؟ انا بلشت مع استاذ مروان حداد مثلت مرتين. اول مره مثلت رجعت له لاستاذ مروان مع كل احترامي انا بشكرك انه اعطيتني هالفرصه، رجعت انسحبت من هذا الشيء، رجعت مثلت بعدين حلقه واحده من المساكنه على الام تي في. بعد هيك شفت حالي انه انا خليني كمل بالغنى ما فيني احمل بطيختين ثلاثه بايد واحده. بالنسبة لي زياد فنان صوت رائع احساس وملحن جدا بارع. انا ضد كليا انه يمثل او يمثل مثل اللي ما كنا نحضر من زمان الاستاذ عبد الحليم او الموسيقار ملحم بركات شيء غنائي بس انه تمثيل تمثيل صار اسمه ممثل عندي صرت يعني ما بقعد اقدر اجمع زياد بمطرح واحد انه ضاعت هويته بقصدك بالنسبة لي ايه ما يزعل مني زياد انا عن جد كثير بحبه يعني وانا انا انا كمان انا لما كنت له تحية لزياد برجي اكيد انا لما كنت بعد ما بلشت غني لما كنت بعد ما بلشت غني كنت احلم صير مثل زياد فبعتقد لازم يضل حلو 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 عن جد. ميشيل على امل انه يجمعنا دور بطولة انا وياك يوم من الايام اذا غيرت فكرك وحبيت تمثل. نحن انبسطنا فيك كثير. ميرسي وانا اكثر. وان شاء الله الله بوفقك ودائما على تقدم مستمر وبنختم معك هالفقره بغنيه مميزه من صوتك الحلو. تفضل.
وقلنا الله بيهدينا، نوينا عالجاز نوينا وقلنا الله بيهدينا. لما صفينا النية وحبينا الصبية، لما صفينا النية وحبينا الصبية، ما عاد حدا ما عاد حدا عي ما عاد حدا لك ما عاد حدا اي وما عاد حدا يعطينا يعطينا باند. على كل حال هن اكثر ناس اللي بيعبروا عن الاشياء اللي بيفكروا فيها بطريقتهم الخاصه. ضيفنا عمره 22 سنه وبلش يغني راب من 5 سنين، مواضيعه بتحمل كثير من الفلسفه والجديه. رحبوا معي بجو شمعون والميوزك كومبوزر كريس صافي. هلا فيك. مساء الخير. مساء هاي جوك.
هاي. وكريس كمان مرحبا. هاي. جو بلشت تغني راب وتكتب من وقت ما كان عمرك تقريبا 16 17 سنه، اذا من 5 سنين هلا عمرك 22 صح؟ 100 100 صح. ضبطت معي بالحسابات. اوكي. بهذا العمر اكيد كان عندك كثير اشياء بدك تنتفض عليها، خصوصي بعمر المراهقه يعني. بتتذكر شو كان اول موضوع كتبت عنه؟ ايه هلا اول فتره يعني اذا بدك اول سنه سنتين ما كان واضح كل شيء قدامنا، عرفتي؟ انه ما كنا نعرف عن شو عم نحكي، كنا نكذب نحكي عن ستريتس ما ستريتس وهيك قصص بلا طعمه. سو لبعدين لحتى بلشنا انه بلشنا نوعى على اللي عم بيصير حوالينا. شو يعني جو عم تتفلسف باغانيك؟ بتنقي كلمات صعبه؟ لا مش نقي كلمات صعبه، هي كلمات فيلوزوفيك يعني بالحياه. هلا في عندي اغنيه موضوعها، هي موضوعها نظريه لبلاتو يلي هي الاليجوري بلاتو. اوكي. افلاطون يلي هي الاليجوري اوف ذا كيف يلي هي عم اغنيه عنها، رح اغنيها بعد شوي. من هيك قلت فلسفيه يعني، لانه هي موضوع فلسفي. طيب كريس لإلك هلا السؤال، شو بتفرق الميوزك بالراب عن غير اغاني؟ كميوزك عم نحكي. ليك كل نوع موسيقى لها الديركسيون تبع يعني. اكيد بس الراب على طول من حدث سلم ميوزك 100%. بس نحن اللي عم نجرب نعمله، عم نجرب نفوت مثل الروك ميوزك وغير ميوزك بالراب يعني، كرمال الواحد اللي عم بيسمع يكون بالغنيه تكون ميوزيكال اكثر من تكون بس انه راب وكلمات. هيك بنخلط الميوزك مع الكلمات تنطلع شيء طبعا عم يتقبله العالم العربي، العالم العربي، لانه ما بعرف قد ايه بيتقبل الراب كراب، لانه اللي بنعرفه نحن بالعالم العربي وانشهر مزبوط هو قصاي من وراء البروجرام اللي قدمه، انشهر انه هو رابر، ما كانوا يعرفوا العالم انه رابر. اوكي هلا نحن اول شيء قد ايه عم تاخذوا انه سكسي؟ اول ما بلشنا كنا كثير انه بطريقه هجوميه وهيك، بس هلا عم نجرب انه نوصل رساله اكثر، نجرب من جيلنا يفهموا اكثر شو عم بيصير بهالبلد، نجرب بهالقلم اللي عم نكتب فيه نحن، نجرب ننقل صوره مش نهاجم الشخص. اكيد. هي المشكله يعني هي قضيه الراب عاده بيحكوا عن قضيه معينه. بس انه مش نهاجم بطريقه كثير اجريسيف تكون، عم نجرب نكون مايله الميوزك اكثر. طيب هلا عندكم اغنيه جديده مقتبسه. عن مين وعن شو بتحكي؟ عن مين وعن شو بتحكي؟ الاغنيه الجديده بتحكي عن النظريه اللي قلت لك عنها تبع افلاطون. افلاطون عايش بمدينتك الفاضله يعني؟ نعم. عايش بمدينتك؟ لا يعني هي الكهف يلي انا عايش فيه يلي كلنا عايشين فيه. شو قلي بس نسمعها بركي بنفهم. لا ما لا انه هي النظريه بتقول انه في عالم قاعدين بكهف عم يتطلعوا على خيال الشغله اللي عم بتصير وراهم. سو مثل الميديا مثل حيالها شيء عم نشوفه نحن، عم نشوف خيال الحقيقه. بس عن مين بتحكي يعني؟ هلا هي مقتبسه من افلاطون، بس عن مين بتحكي؟ شو بدك تقول من خلالها؟ عن حياه كلنا. شو بدي اقول؟ حنسمعها هلا؟ اسمعها يلا. تفضل. بدك جرينا مربطين مجنزرين قاعدين ما فينا نبرم قدامنا شايفين، عم نحضر عرض وعم نحضر هيك معودين، بس في نهار زهقت من كل هيدي العروض، بصعوبة وقفت جربت فك القيود، منعوني قعدوني ما خلوني مش مسموح، ما استسلمت لأنه عندي طموح، وهون الصدمة ورانا في حيط عالم وراه عم بيحركوا دمى وراه النار تضوي العتمة تعطي انعكاس الدمى من الميل التاني، العرض طلع كله خيال عالحيط القدامي، صورة غريبة عجيبة الحقيقة خطتني منا هينة بس تتوعى وحدة الفكرة خوفتني، ربيان بالخيال في وراي حيط عم شوف المسرحية كلها كل حياتي هيك، هون وين كل روح منسية، هون وين كل عيون معمية، هون وين كل عقول مغسولة كراهية، ايه انا بدي تغيير بلش بثورة تفكير للتحرير، الحقيقة والشرف يمكن ما في عالم كامل بس في احسن من هالكهف، بالمرحلة التانية بلشت اكتشف
بس دي نظرون هن كنت بلشت انحرف بطلت صدق عروضهم صرت فكر كتير انا بطريق تحرر هن بعدهم بجنزير بلشت حس حالي لحالي شايف طرفين اللي عم بفبرك شكل واللي عم يحضر كمان بطلت حاسس حالي قادر لو كنت مجبور احضر كان قراري اني اطلع شوف النور لحقت الضو مشيت بوجه ما قدرت حدي ما بصدق وين جيت كل شي جديد ما عم لحق عد الالوان شفت الشمس تعرفت عغيوم بالليل شفت القمر شفت الشجر والنجوم وشفت انعكاس الارض بالمي انعكاس الشجر على الارض طيعته فيي استنتجت انه اللي كنت عم عيشه انعكاس لكذبة خيالة حلو سيطروا فيها عناس هون وين كل روح منسية هون وين كل عيون معمية هون وين كل عقول مغسولة كراهية ايه انا بدي تغيير بلش بثورة تفكير للتحرير حقيقة والشرف يمكن ما في عالم كامل بس في احسن من هالكهف بس تحت كان الوضع زيته عم يتفرجوا على العرض نزلت قلت لهم هي كذبة انتو هلأ تحت الارض سكتوني وما خلوني كمل انتو مساجين مش شايفين حالكم مش نزير مربطين كيف بتعرفوا شو في وراكم اذا مش قادرين تبرموا حتى راسكم مش صف مكبلين العرض الحقيقي وراكم قدركم بس في حياة هالمسرحية وهم وانتو شبه اموات لقليل صدقوني بقايا ما قبلوني مسؤولين الكهف بالمجنون صنفوني الافضل يشحطوني عم بنزع الاجيال كبوني بسجن الواقع وبقيوا بحبس الخيال لوحدي بيت عم بمشي وعم حلي الامور مثلت بعالم مشيوا مثلي مشوار النور وكتار صرنا عم نمشي طريق طريقة قررنا للعالم نفرجي العرض الحقيقي كمان حبينا نعبر عن حالنا نزلنا على شوارع بيروت وحبينا نرسم على الحيطان هيك نعبر منشوف ثواب هالتقرير الوجه الآخر اللي ما بتعرفوه عن الليديز رح تشوفوه هلأ كان عندهم ملء الحرية يعبروا ويحكوا ويرسموا بالطريقة اللي بتعجبهم لقوا مش بس هيك فشوا خلقهم وكتروا لأنه ممنوع الرش على الطرقات بلبنان هيدا الشيء مخالف لقانون أنا نجي على كلاب أدغنالين كرمال نرسم سوا ونتعلم كيف بيعملوا جرافيتي الشباب هني ويلي ودب رح بيعلمونا هني دجا بلشوا وقرروا الليلة أنه يقدمونا الحيط لزي ليديز بشرفكم مش مبدعين أنا بس خلوني خرطش بقعد كل نهار بخرطش أهون شي تعملوا يلي نحن عم نعمله حتى عن جد تروقوا أعصابكم وتكبوا كل همومكم ما تعودوا تحسوا فيها صغير بلش يسمع اغاني الراب يكتبهم ويلحنهم ما اكتفى بهالشي ألف فرقته الخاصه سميها شوارع استقبلوا معي خليل نبها الملقب بجبها جبها 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 اسم الله عليك أول شيء ليه عمر الخمستاش بلشت تسمع راب؟ وتاني شيء ليه جابها؟ هلا بلشت اسمع راب لأنه من أنا وصغير بسمع أمريكان راب. أوكي. وما أثر فيهم كثير. جربت البرش بلش أكتب شعر وهيك، وثابت إنه بلشت أشتغل موسيقى أنا وصغير يعني. والشباب كانوا يسموني جبهة لأني هجومي كثير بكل شيء يعني. جبهة رفض أو جبهة قبول؟ أو جبهة أكل مثلا؟ جبهة أكل تمام. بيقطع عليا شيء ما بتقطع شيء ما بتردع جبهة يلا طيب ليه توجهت على الراب؟ ما في لا مصاري ولا في شهرة مين قالك ما في مصاري؟ في مصاري؟ أكيد في مصاري اه والله بس بطار يعني أكيد بلينج مش بلينج يعني؟ يعني ببلش أنا مثلا بعمل إيفنتات ايه أصلا أنا أصلا مني بس رابر كومبوزر وميوزك وساوند إنجينير
وعندي فرقه كبيره، فرقه رابرز وساوند انجينير، اثنين ساوند انجينيرز. انا عم بحكي عن الراب. عن الراب كمان بالضبط. في مصاري أكيد. وفي شهره، ايفنتات شهره، مش انه شهره شهره، على مستوى لبنان هلا بلشت تنشهر. معكم بس تلعب زينيديز. اكيد في مصاري بالايفنتات اللي بنعملها، بننظم حفلات راب وايفنتات للشباب يعني تسلي وهيك، بس انه مش انه مستوى كثير كبير، بس انه بالنهايه موهبه اكثر من موهبه. لا يعني في عمليه زي دي ما كنتش اقل من 20 جنيه. خليل بشرفك على مين فاتح الجبهه ونازل حرب؟ على مين بتهاجم كل الوقت؟ كلنا بنهاجم السياسيه اوكي والفساد بالبلد. اها هيدا الرساله الوحيده اكثر شيء. طيب قد ايه يعني بتفشلك خلقك الاغاني الراب وقت بتعملها؟ اكثر شيء بتفشلني خلقي. طيب في اطلب منك شيء؟ اكيد فيك توقف تهاجم السياسيه وتهاجم الشعب اللي عم ينتخب السياسيه. انا عم هاجم السياسيه والشعب بهالغنيه حصلنا لانه نحن الغلطانين، مش اكثر ناس نحن الغلطانين، بعدنا عم ننتخبهم، نحن عم نحطهم على الكرسي 100%. سو نحن الغلط. هلا بتسمعي بالغنيه عم هاجم الشعب والسياسيه، بس اكيد السياسيه اكثر. يلا على الغنيه. يلا يا سمعنا مسرح لإلك. شو اسمي؟ شو بدك باسم؟ عرفني الجبهة وطايفتي؟ لبناني. طب يا حضرة المسؤول، أنا حابب أسألك كم سؤال، مع إني عارفين حتتخبى ورا حقيقتك مثل العادة. كيف بتاخدوا حريتنا ومن الأساس ما عطيتونا إياها؟ كيف؟ طب كيف بتحكي باسم الشعب ودولتكم كلها ما بدنا اياها؟ شعب من قلب بيروت شوارع. يلا بلدنا مثل الرولات والسياسة على عمياني، يا بتجيب الـ14 يا بتجيب الـ8 بدمي ودمك عم يسبحوا، نحن زبونات وهن الكازين وعم بيضلوا يربحوا. رح تنحبك يا لبنان من هلا لموت، بس سمحني بدي فلو على شي سفارة فوت، يمكن برا نام على الطريق والغربة تقتلني، بس بضل احلم انه خيي من الشوع ياكلني. كل مسؤول منه مسؤول والدولة ماشية على الغش، بعمرك شفت وزير بيته عم بينش؟ سيارته كل املاكه وموكبه من وين؟ طيب يبيع نصه بس لتسدد الدين. الانتخابات بيلجأوا لك بس كرمال صوتك، وإذا أصابهم بشي خدمة بيخفوا صوتك. نوار التحضير والقهر، المستشفى صارت عنوان، خيي قوم ادلع بقمار وأنا بتجيب 14 و8. كيف بتاخدوا حريتنا وبعد ما عطيتونا إياها؟ كيف بتحكوا باسم الشعب ودولتكم ما بعدنا إياها؟ كيف رح ننسى يلي راح ونحكي بيلي فات؟ صوت الشهيد بعده طيب، صوتك أنت يلي مات. كيف بتاخدوا حريتنا وبعد ما عطيتونا إياها؟ كيف بتحكوا باسم الشعب ودولتكم ما بعدنا إياها؟ كيف رح ننسى يلي راح ونحكي بيلي فات؟ صوت الشهيد بعده طيب، صوتك أنت يلي مات. بيسعى للسلام يكون على حاله جني، لكن يحكوا عن الفقر وسيارات وموديل السنة. مين قريكم بالمظاهرة؟ عمهم بس المجموع، هني بنزلوا الشعب وأنا بنزل الدموع. فيكم تهربوا مني بس ما بتهربوا من القدر، ممنوع سيد العصافير بس مسموح سيد البشر. تعرف لك شي مسؤول يلا مصار بالعالم دعس معك واسطة سلوب، مين بيفوتك على الحبس؟ يوعدونا بالتغيير وإنه لبنان رح يحلى، بنزين صاير كسرة والخبز بعده عم يغلى. طب لنحكي عن الكهرباء، هيك اشتقنا لها، أول قطعة المي يلي كل سنة عم بيزيد رسمالها. معلش جرب حط حالك محلنا، طب قديش حبضلك بخيب أملنا؟ حرب ورا حرب 24/7، وليل ما تأثرت فيكم صار اسمي جبهة. كيف بتاخدوا حريتنا وبعد ما عطيتونا إياها؟ كيف بتحكوا باسم الشعب ودولتكم ما بعدنا إياها؟ كيف رح ننسى يلي راح ونحكي بيلي فات؟ صوت الشهيد بعده طيب، صوتك أنت يلي مات. كيف بتاخدوا حريتنا وبعد ما عطيتونا إياها؟ كيف بتحكوا باسم الشعب ودولتكم ما بعدنا إياها؟ كيف رح ننسى يلي راح ونحكي بيلي فات؟ صوت الشهيد بعده طيب، صوتك أنت يلي مات. كيف بتاخدوا حريتنا وبعد ما عطيتونا إياها؟ يسلم. شكرا لك خليل نبهة، ميرسي كثير. ميرسي كثير. وطبعا سهرتنا كفايه راب بامتياز، وضيفنا هلا تاثر بطفولته باشعار نزار قباني، لكن مع تغيير الاوضاع الاجتماعيه ونظرتنا للحياه
حب يعبر عن كل آرائه من خلال اللحن والكتابة وغناء الراب. رحبوا معي بعلي خليل دغمان. أهلا وسهلا فيك علي. أهلا وسهلا فيكم. كيفك؟ الحمد لله. أول شيء عقتك منيح لأنك مرشح. لا أول شيء أول شيء مرشح كمان غير الرئاسة مريض وسوري إذا سألت كثير. لا لا ما تعمل لي فنان هلا وتبلش إنه صار. لا مش قادر أحكي وما أدري شو. يور رابر روق. خلص بطلع هلا ببلش. إيه جو. هلا أنا بدي أنتخبه زينة. بعطيها بوم بنزين. إذا أنت مرشح على الرئاسة علي أنا رح أنتخبك. بدك تنكة زيت ولا بوم بنزين؟ بوعدك. تنكة شو؟ تنكة زيت ولا بوم بنزين بعطيك. علي بدي شيء. برأيك نوع الموسيقى اللي انتو بتألفوها وبتلعبوها قد ايه معقول تأثر بالمجتمع قد ايه معقول تغير فيه للمجتمع؟ اوكي بتأثر بالشباب اكثر شيء لانه اكثر شيء سميت الراب اجمالا هن الشباب. سو اذا بدنا نلجا لهالحياه عاده سوري الانسان بغير بذاته. ثانك يو. الانسان اول شيء ثانك يو اجين. الانسان بغير بذاته اول شيء هو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. اوكي سو حيتاثر الشباب اكيد اول شيء وكونه بيتاثر الشباب بالاغاني اجمالا الراب سو لازم اللي عم بيغني الراب يعرف شو يوصل. سو اكثر شيء بعتبر انا جمهور الراب هو شبابي وانا عم جرب قد ما فيي سنس انا ما بسب يعني بكل غنيه اوصل ليفل اعلى بمطرح انه فوت على بيوت عالم اوكي كام وبي يعني هن نظره الراب نظره العالم للراب اجمالا انه بيسبوا شارع ما شارع. هلا كنا عم نحكي نزار قباني. يس نزار قباني الهام من ميله انه انا اوكي حب وحياه يعني باشعاره عطى كثير حب وحياه سو حلو كرابر كمان يعرف كيف يعطي المسج يخلي يتفائلوا بالخير العالم. اصلا كمان نزار انه قعد بالقهاوي وكان بالشارع وبين العالم ومن هون يا ريت شفته انا راح وما شفته. غيره بغيره. بتعتقد انه رح توصل لوقت انه كل الاعمار تحضر هالنوع من الاغاني؟ يس بس هلا ما في دعم كافي يعني انا بتاسف كيف يعني ما في دعم؟ انه ما هي الغنيه لازم يحبوها الكبار للصغار اكزاكتلي بس لتوصل الغنيه شو خاص الدعم؟ لتوصل الغنيه كيف بدها توصل؟ اوكي اذا نحن اونلاين عم ننزل بعضنا نحن اكثر شيء اونلاين اوكي بنطلع انترفيو لا هلا يعني اليوم من خلال شاشتنا رح نشوف اذا رح ان شاء الله ان شاء الله بس ايه يعني الدعم عبر الدعم بعتقد بلا بتوصل يعني ان شاء الله. طب علي بالحب اللي عم تعبر عنه مثل ما قلت لانه بتكتب اكثر شيء حب انت وسلام صح هلا انا حغني شيء سياسي بس كمان بحب اكتب شيء حب. حسيت قدرت تاثر بحدا لهلا يعني بيحكيك حدا مثلا مأثر باللي عم تكتبه ولا عم يقطع مرور الكرام؟ لا بيحكيني يعني بتصير قصص لايك انه حدا مثلا بيبعث لي مسج بيقول لي مثلا انا كنت تركت انا وصاحبتك عم اسمع لك غنيه وقعدت تحت بيتها ما بعرف شو انه هيك اشياء وياما بلتقى بعالم بيسمعوا لي مثلا بيقولوا لي انه حبينا هالغنيه يعني انا اهم شيء بكل انسان كان رابر او بغني غير شيء او شعر او اللي كان يكون يتقبل الفيدباك ليحسن بحاله سو الكومنتس حلوين كثير. طيب علي بدك تسمعني شيء هلا ما انسى بحياتي وعد. وقبل ما تسمعني اياه بدنا نمدعكم ونشوفكم الاسبوع اللي جاي بزيت التوقيت على زيت الشاشه بنوي. يو اوكي كم زقفه للبنان. اول شيء هالغنية لكل مسؤول ما بهاجم ولا سياسي ولا حوار ما بسمي حدا بالاسم بسميك يا مسؤول. كل شي زادوا له سعره بس لخصوا البشر زادوا سعر الدجاج الغنم حتى البقر غلوا الفواكه الخضر كل شي منتظر طبا يا ابن ادم شو مزلول ومحتكر جابوا الكهرباء على التقنين غلوا المازوت والبنزين التافه قامت للسكين ذبحوا شعبه انتخابات بدهم صوتك وبينسوا انت مين الاثباتات وصلت لموتك مش معترف بالتأمين ضمان اجتماعي الحكمة ليه صارت تجارة هيدا السبب اهتمامي مين مسؤول عن هالكسارة المستشفى مرضى عم ترفض نتحكم على الطريق 14 او 8 كل ادارة تابعة فريق فواتير وصارت عم تذبح دفعك الاخر شهر حجر بورصتهم صاير عم يغزل صايرين
او خيي هن اللوت وبالدين نازلين تنمير زادوا عدد الشبكات شبابيكنا بدم سمير يا شعبي سور ضد الحرب الداخليه يا شعبي فور ضد الازمه الاجتماعيه ضد الظلم والفساد والظروف المعيشيه ضد القاتل ضد الباطل ضد الكسب السياسي الغلطه ما تعيد عم تقتل خيك بالروح ونداوي لبعض جروح مش رح ننسى كل شهيد قدم دمه للسلام رح نخلق لبنان جديد ونحقق كل الاحلام من ورا الفقر صار معنا فقر دم من ورا اهمال وصايرين عم ناكل بها السم لحمي مش معروف من وين مش مصنوع على الانسان وجبني جبناها بالدم ما فيها طعمة اجبان اتصالات سرقت جيوب كل لحظة عم ناكل ضرب ما في تستير للعيوب عالمكشوف سرقة ونعب بعت رسالة يا حبوب عالسيارة عنا سحب تنطر مثل المجدوب عم يضحكوا على الشعب بالمطاعم حدا يقول شو هو وضع الرقابة الوسطى اللي عم تلعب دور الفساد بكل نقابة طب شو وضع المعلبات واستيراد المنتوجات علم اللي خالص تاريخها كيف بتبيع المحلات ما فكرتوا بالاطفال وسرعت حقوق المرا نهبتونا رجعتونا شي 100 سنة لورا وعدتونا بالاصلاح صلحتوا اصول لتسكنوها وعدتونا بالامان هدمتوا بيوت ما بنيتوها نحن رح منصور ضد الحرب الداخليه نحن رح منفور ضد الازمه الاجتماعيه ضد الظلم الفساد والظروف المعيشيه ضد القاتل ضد الباطل والكسب السياسي يا شعب الغلطه ما تعيد تقتل خيك بالروح بدنا نمشي ايد بايد ونداوي لبعض جروح مش رح ننسى كل شهيد قدم دمه للسلام رح نخلق لبنان جديد حقق كل الاحلام جينا باسم الوطنيه مظاهره سلميه كل اللي بدنا الحريه السلام العام الشخصيه ردوا باستفزازيه زادوا مطالب شعبيه بس قرارات منا 100 100 تابعنا بمصداقية واجهنا الدكتاتورية باسم ديمقراطية الأوراق الثبوتية جنسية اللبنانية الهدف هو القضية الأحوال المعيشية سبب الأساس ويا مسؤول بحقي اسأل من مدى عالطائفية من سبب بالدمار سبب الحرب الأهلية من هدف لبنان الأحجار ومين ولع بيروت بالنار دير الدبع على الهوية هيدي القصة مذهبية عم بحكيك بعفوية تسكر حرب الأهلية رصاص كلامي أبجدية مش ضد الإنسانية يا ناكر أصوات الشعب اكل لحم البشرية Thank you.